جميله، الفنانه الغامه، فنان بغامه وطن، الفنان احمد الصادق، وكل المشاركات الجماهيريه. والليله هي حضور معانا لدفعه ومساندته والوقفه معه في فقد الجلل في الايامات الفاتت. يعني نسال الله العظيم ان يتقبل ابونا الصادق عفوا القبول الحسن، وان يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا. نحن جونا كجونكات الليله يا اخواننا، من نحن بنقول من العاصمه كلها، من الكلاك لو من الخرطوم قبلك لاقونا ناس، لو الكاميرا تمشي عليهم التحيه لهم كلهم. نحن حيكون عندنا افادات كثيره، واولا نحن معانا الاخ جمال الصادق، الاخ الاكبر للفنان احمد الصادق. انتوا داركم عامر طوالي يا جماعه. يا اخي والله بيهم، بس دارنا عامره بيكم والله. اقول انه يعني ده حب غير طبيعي والله، ده عشق. ويمكن حصلت علاقات هنا يعني بسبب احمد، يعني الناس، في ناس اتعرفت ببعض، في امثله موجوده الان هنا معانا. فبالجد يعني نحبكم والله، انتوا الاوائل، انتوا الاوائل والله، يديكم العافيه. احنا الان امام بيت الاستاذ احمد الصادق، والشباب ما شاء الله كتار، يعني في ناس جونا من الجبل وناس جونا من الكلاكلة، يعني جونا من مناطق كثيره غير ام درمان، وما شاء الله ناس بيتهم يعني رحبوا بالشباب المويه وطلعوا الفرشه للصلاه واستقبلوا الناس استقبال كويس والله ما شاء الله. وهو جاي الزول ده، يعني الناس دي منتظره من قبلك، وهو ضرب تليفون انه جاي للناس دي وبيصل ان شاء الله. اول حاجه يا اخواننا بالرحمه لابونا حي الصادق، وشكرا للشباب على الحب ده وعلى العطاء ده وعلى الجماعه احمد الصادق. ودي لفته بارعه جدا جدا من الجمهور الجميل ده، وزي ما قال اخونا جمال كميه من العلاقات حصلت في حب احمد الصادق، وهسه ذاته على الشباب اللي قاعدين ذاته بيقول لنا اخوان ومعاهم احنا ذاته في الدرب ده حب احمد الصادق زي ما قال برضه اخونا رافع. والشباب جاي هنا تعكس حبها للزول ده وتشجيعه ودعمه معنوي له، وعلى اساس الناس تقيف مع بعض، وقيف ما فنان بس. ويمكن ده اول لفته في تاريخ الغنى السوداني جمهور وصل للفنان البيت يعكس له حبه ده. عاده الجماهير حدها مع الفنان المسرح، بعد الحفله تنتهي الناس بتمشي، اي زول بيمشي البيت، اللي بيمشي الشلاليات، الشباب مع بعض، لكن دي ما حصلت. اول مره تحصل لاخونا احمد الصادق، دي حاجه ما حصلت في تاريخ الفن السوداني. وان شاء الله يا اخواننا دائما المؤمنين في الخير وملمومين في حب احمد الصادق ان شاء الله. نحن بنترحم لابونا الصادق، ربنا يرحمه ان شاء الله. وبنشكر كل الشباب على تجمعنا الجميل ده، وعلى حبهم الكبير لاحمد، وربنا كده يرجع لنا المسارح، و يعني يرجع لكم الحب بتاعكم ده ليه ان شاء الله. اولا الرحمه والمغفره لابونا وعمنا حاج الصادق. الليلة الأخوان دي كلها مجتمعة هنا عشان ندعم فناننا وممثلنا الأستاذ أحمد الصادق، فيعني دعم كبير شديد، والناس دارت توصل حبها ومشاعرها تجاه أخوها الفنان أحمد الصادق. وفي الأخير بنقول له رسلنا لك، اشتقنا لك، رسلنا لك حتى الغمام. شكرا. السلام عليكم. نقول اولا يا اخي الرحمه والمغفره لابونا وعمنا الصادق، وربنا يرحمه ويتقبله بواسع رحمته ان شاء الله. ونحن هنا كده كشباب كلنا كده وقفتنا قدام البيت دي يعني وقفه معنويه للفنان احمد الصادق، ونتمنى انه يرجع لمجال الفن ويشرفنا ونورنا ثاني من جديد ان شاء الله. وحنقول كلمه اخيره الشباب كلهم حيقولوها، ما بنرجع الا الكدك يرجع ان شاء الله. شكرا جزيلا. اعرفكم انه ايمن بدر الدين، و ما شاء الله ما في كلام انه احمد ده يعني واقفين مدى الحياه معاك يا احمد ده. لو نرجع الا الكجك يرجع، اشتقت لك، بزعل عليك، رسلت لك حتى المنام. حبيبي يا كجونكا يا احمد، ما في كلام والله يا اخوي، واقفين معاك ما راجعين يا اخوي. حبيبي يا مكنه، شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بنترحم على روح حاج الصادق، الاب الروحي لينا، وانا حقيقه سعيد جدا جدا بشي شايفه ده.
واحمد الصادق يستاهل كل الخير لانه تعامله معنا تعامل بتاع انسان قبل ما يكون فنان. وبنتمنى له كل الخير والتوفيق وان شاء الله حيرجع عن قريب من المسرح. اول حاجه حنبدا بها الرحمه والمغفره لروح ابونا وعمنا الصادق، وجمعنا هنا الليله بحب احمد الصادق، واجتمعنا كلنا كاخوان له قبل جماهيره قبل كل حاجه. نتمنى انه احمد يرجع لنا زي ما كان وزي ما عهدناه، وبنقول ما بنرجع الا احمد يرجع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كلنا واقفين وكلنا جينا من عوده احمد الصادق. احمد الصادق بالنسبه لنا ما فنان وبس، احمد الصادق اخو كبير، احمد الصادق ملهم لجيل كامل من الشباب. احمد الصادق ساعد كميه من الناس. احمد الصادق يعني كلام كثير ما بقدر اوصف احمد الصادق. فبنتمنى انه احمد الصادق يرجع زي ما كان واحسن، ويواصل ناسه ويواصل حفلاته ويواصل لقاءاته مع الناس، وربنا يوفقه ان شاء الله يا رب. السلام عليكم. طبعا كل الناس هنا جات عشان تقول بكلمه رجل واحد وتناشد الكجونكا الامبراطور الخواجه احمد الصادق، وتآزروا في انه يرجع تاني للمسارح ويرجع للغنى، ونوريه انه مدى الحب الناس بتحبه قدر شنو، ويرجع في اقرب وقت ممكن. اول شيء بسم الله والمغفره لحاج الصادق. يا خال ما تحين علينا، طول غيابك. انا اصلي مليت انتظارك، لا 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 لا. كل ما قريب تبعيد عن خطاي انسد بابك، لا 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 لا. انا عن خطاي انسد بابك، لا 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 لا. غنيت عشاني كم غناوي، لا لا لا، فيها أحزان الغلابة، لا 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 لا. وغنيت عشاني كم غناوي، فيها أحزان الغلابة، لا 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 لا. فيها أيام التعابة، لا 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 لا. وفيها إني كثير بعاني، دمعة من زول سباني، وي فيها إني كثير بعاني، دمعة من زول سباني. كم عاين انسجى غاني، لا 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 لا. وفجأة اتنكر نساني، لا لا. أنا كم عاين عمل أغاني، لا لا لا. وفجأة يتنكر نساني، لا لا لا. انت ناكر للمعاني، لا 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 لا. أنا بالسنين راجيك وصابر، لا 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 لا. وانت ناكر، لا لا. أنا بالسنين راجيك وصابر، لا 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 لا. وانت ناكر، لا 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 لا. إني ردتك دنيا بيك، إني شفتها بعينيك، إني ردت الدنيا بيك، إني شفتها بعينيك، والحنان قال مني ليك. لو كنت فاكر، لا 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 لا، لو كنت فاكر يا حنين ما طرت خاطر.
مرجع إلا الكيك يرجع. يا خال مدحين حتى الأول حبيبي أنا ما بتتحول حبيبي أنا الأول حبيبي أنا ما بتتحول حبيبي أنا أول حبيبي أنا أول حبيبي أنا حتى حبيبك حبيبه حبيبك آخر ما بسيبك أنت حبيب ما بسيبك أحبا حبيانا سيبا حبيانا حبيانا سيبا حبيانا.